اتوقع اذا مع الجمهور، الجمهور اكيد له دور، هو دائما الجمهور هو يعني يعطيك الحماس بالنسبه للاعبين. وشاهدنا مباراه اليابان لاخر ثانيه، انا اعتقد اللاعب يوصل لمرحله في الجهد البدني، ولكن الجمهور يعطيك اضافه اكثر، ما تحس ما تشعر في الجهد البدني، فالجمهور له دور بحضوره. وانا كم النتيجه ابو علي؟ صعب التوقع، ولكن انا اشوف ان النصر يخلصها بالشوط الثاني 2-0. ابو تركي، والله شوف، اذا الثقه اللي انا شفتها قبل شوي في بيت ابو عبد الله طلال الرشيد، وعلى فكره انا استجبت للدعوه لانه صديق وصديق غالي، مش على اساس معسكر نصراوي معسكر هلال، لكن اذا الثقه اللي موجوده لدى النصراويين كبعض اعضاء الشرف وبعض الصحفيين هي نفسها متسربه وداخله في انفس اللاعبين، هنا انا اخشى على النصر بصراحه. ولا تنسى اليوم ترى، وقلتها قبل كذا مع وجود، ترى مثلا على سبيل المثال عمر خليبين اول لاعب اجنبي في دوري المحترفين في تاريخ الكره السعوديه يسجل في النصر هاتريك، وعارف النصر زين، وترى مو قبل 5-6 سنين، قبل كم سنه كان موجود في الدوري السعودي. اسماعيل مطر ما شاء الله لا زال حي وممكن يصنع الفارق في اي لحظه. انا اقول اذا النصر حافظ على توازنه وهدوءه في اول 20 دقيقه ان شاء الله النصف النهائي في الجيب، وبعدين عد نفكر في الهلال وبعدين نفكر في الانتزاع. ابو ريان، من الاقرب؟ شوف، الاقرب النصر، وانا بقول في 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 جزئيه يمكن يعني يغفر لها البعض، كان ترى العمري ومادو وحتى الغنام قدموا مباريات، المباراتين الاخيره وخاصه مباراه اليابان قدموا مستوى جدا يعني مميز صراحه، وخاصه مادو بالذات مباراه اليابان كان مميز حقيقه، من افضل المباريات اللي شفتها المادو، خاصه الشوط الثاني في مباراه اليابان. فانا اعتقد ان هذا التناغم الموجود على مستوى المنتخب هو الموجود على مستوى النادي. فالمشكله بالنصر دائما هي الظهير الشمال، لكن انا اعتقد المدرب بيدرو قادر بانه يحل مثل هذه المشكله. اتوقع طبعا، اتوقع انا 3-0 او 3-1 للنصر. اذا هذا هي التوقع الاماني بان يتاهل ممثل المملكه في المباراه الاولى يوم غد. ستقام المباراه الساعه 6 في ملعب النصر، ملعب مرسول بارك. ايضا في الساعه 9 هناك مباراه اخرى، تفاصيلها بعد الفاصل، ابقوا معنا.